مساء الخير وصباح جميل على كلنا، على كل المغرب الجميل والمملكة المغربية اللي أنا بعشقها، وطني الآخر والثاني. أنا أسرار جمال، الفنانة المصرية وسفير السلام والصداقة بين الشعوب، وكمان رئيس ملتقى مصر في الخير الدولي للفنون. وصفوا للصبر لقيت خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب اتقال تيرارارا. وصفوا للصبر لقيت خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب اتقال. طبعا انا طبعا زرت بلدي ووطني الثاني المغرب. انا طبعا في مؤسسة نور، هي صنعة السلام، بمثل مصر في 23 دولة، وكنت طبعا مع أنسة القراشي مؤسسة نور، يعني انا عضوة فيها، وان انا فيها بمثل مصر من خلال المؤسسة القوة الناعمة السلام. زرت طنجة قبل ذلك، زرت الجمعية الخيرية، جمعية طنجة المتخلية عنهم، زرت وعملت احتفال جوه الجمعية مع خديجة أبو عبيدي، بقدم لها السلام من خلال الطنجوية. وكمان زرت مؤسسة عبد السلام للأطفال ذوي الهمم، والأطفال اللي هم يعني عندهم توحد، وبرضه احتفلت بيهم من عدة أعوام. وسعيدة جدا لأول مرة في مؤسسة طنجة الكبرى. بشكر طبعا الأستاذ عبد الواحد بولعيش رئيس مؤسسة طنجة الكبرى على هذا الترشيح وهذا يعني الاهتمام إن أنا أشارك في هذا الحدث الكبير وافتتاح مهرجان طنجة الصيفي. سعيدة بي أولا، وثانيا وأولا أن أنا أشارك في احتفال بيوم العرش المجيد لتولي معالي الملك محمد السادس. أنا حقيقي يعني بمنله بالاحترام والتقدير، وحقيقة أن أنا نفسي أزوره، وقدمنا له أهداء مني ومن كل المشاركين معايا أوبريت يعني لي وللوطن. نقول له كل سنة وانت بخير، كل سنة وانت دايما في أمان، حفظك الله، لأن بجد يعني أنا بعتز بيك كتير وبمسيرتك الاجتماعية والوطنية وحاجات كتير، ولكم معزة كبيرة في قلبي. يعني عملت أوبريت بقاله 4 شهور شغالين فيه، اخترنا الكلمات حقيقي، اخترت كل ده من بعد يعني بالتواصل الاجتماعي، ومعي طبعا الصحفي الكبير سعيد محمد سعيد المجاهد صديقي الغالي حقيقي، قاعدين نرتب في اختيار الكلمات واختيار الملحن واختيار المطربين اللي شاركوا معايا. يعني يوم الحفلة معايا الفنانة الكبيرة أمال عبد القادر والصوت الواعد وصال، بيضمهم اخترنا الأصوات معايا، اخترت الكلمات للشاعر الكبير حسن روسو، بشكره جدا إن هو الكلمات الجميلة اللي كتبها. الملحن الشاب يقيم في مراكش وفرنسا شريف شادي، بشكره على اللي عمله. الأستاذ عبد الإله الدماتي الموزع الجميل، كل ده إن شاء الله هيكون إهداء كبير يعني يضم إنجازات معالي الملك محمد السادس وكل الأعمال والتطور اللي عملوا في جمال الـ يعني الدولة عامة، لكن خاصة بخص طنجة، بخص طنجة وخص تطوان والمضيق، يعني أكتر حاجة لأنه هو أكيد لذكريات كبيرة في المضيق، فحبينا حنصور إن شاء الله في الأماكن اللي ليها ذكرى عنده. يعني بلادي في جبيني نجمة، بلادي في قليبي نغمة، حبك صعب نصفوه، صعب نوصفوه بكلمة، وملكنا الغالي عز وشان يحكم شعبه بالميزان، ندعي معاه ربي يحفظه محمد السادس وبلادي يدوم للأمان. طنجة أنا كمان بزاف بعشق الطنجة، يعني جدتي تولدت في طنجة،
يعني بعشق هذا الجمال اللي فيها، بحرها أرضها بيوتها كل حاجة جميلة فيها، حبيتها حقيقي. حبيت البحر المتوسط مع الأطلسي مع كمان خريطة إفريقيا كلها في طنجة، بوابة إفريقيا. يعني هي عامة يعني طنجة، تطوان، مراكش، الرباط، سلا، كل يعني مش عايزة أنسى كذا، كل حاجة ليها جمال حقيقي، كل حاجة فيها جمال. طبعا زرت مراكش أيضا. عفوا، زرت مراكش طبعا روعة، كمان فاس كذا. يعني عملت حفلة كبيرة كمان في الرباط، بشكر جمعية شمس الأصيل، عملت احتفال بعيد المرأة العالمي ده قبل كورونا، يعني من 3 سنوات عملت احتفال كبير، واستقبلوني حقيقة استقبال غير عادي، والحفلة اتعمل على وجودي، فكنت بشكر يعني كل فرقة الدكالي وجمعية شمس الأصيل، وأتمنى أن احنا نعيد تاني الحفلات الجميلة دي وترجع تاني، يبقى في حفلات وفي تواصل سياحي بين الدول الأخرى، ده شيء جميل. أغني طبعا أعمال، طبعا الأعمال الأم كلثوم، كل الأعمال الزمن الجميل، أم كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، نجاة، الأعمال الجميلة اللي حبوها الوطن العربي، وكمان أعمالي يعني أنا اللي مقدمة كنا وما زلنا قصيدة للشاعر السعودي خالد العتيبي، واللحن للأستاذ دكتور مفيد الناصح من العراق ويقيم في بلجيكا، وكمان أنا جمعت كل الأوطان في أعمالي وتوزيع المصري. ربي يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبة قلبي. جمعت كمان الملح الموزع وسجلت في القاهرة الموزع أحمد بدوي، حبيت أقدم القصيدة، أتمنى تنول إعجابكم. بقدم كمان أغنية أوبريت، الأوبريت إن شاء الله أتمنى ينول إعجابكم حقيقي. أغرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب إحنا الاتنين، وملينا الدنيا أمل، ترارارا أمل. الله، أمل وسلام وحب. ندعوكم إن شاء الله يوم 28 السبت القادم بأمر الله على باب الديوانية، بدعوكم تشرفونا، بدعو طبعا السفارة المصرية في طنجة تشرفنا، طبعا نقابة المهن الموسيقية تشرفنا، كل الحضور وجمهور الجميل يشرفنا ويستمتع باليوم اللي احنا إن شاء الله هنقدمه، وباقة من الأعمال أتمنى تنول إعجابكم، ونلتقي ثانيا وثالثا، ومصر والمغرب وطن واحد. لكم مني يعني خالص التهاني، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وملكنا بخير وسلام، وشعب المغرب كله بخير. تحياتي أسرار الجمال، كان بغيكم بزاف، كان بغيكم بزاف. تبارك الله عليك، ما شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.